عثمان، انت عارف بلي راك خويا ماشي صاحبي، ما دوزناش قليل، عمرني فكرت ناديك وانا خاطرك. هذاك الشيء علاش غادي نقول لك سمح لي اكثر من اي واحد اخر. اه غلطت، وداك الشيء اللي درت ما كيدارش ما بين جوج صحاب، ولكن هضرني اخويا عثمان، اي حاجه بغيتي ديرها فيا والله ما عندي المشكل، حيت بصح نستاهل، ولكن راه اقسم بالله اخويا ما فكرت نغدرك. اسمح لي يا عثمان، اسمح لي بزاف، واخا كلمه اسمح لي عارفه ما كافياش. علاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ علاش يا دنيا محكوم علينا نعيشو في غبينا؟ وعلاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ وعلاش يا دنيا محكوم علينا نعيشو في غبينا؟ ما حس بينا أنا، علاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ نبكي ونقول أنا ظهري وانا راح يكون، نشكي ونقول أنا ظهري وانا راح يكون. فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون، فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون. عثمان، انت عارف بلي راك خويا ماشي صاحبي، ما دوزناش قليل، عمرني فكرت ناديك وانا خاطرك. هذاك الشيء علاش غادي نقول لك سمح لي اكثر من اي واحد اخر. اه غلطت، وداك الشيء اللي درت ما كيدارش ما بين جوج صحاب، ولكن هضرني اخويا عثمان، اي حاجه بغيتي ديرها فيا والله ما عندي المشكل، حيت بصح نستاهل، ولكن راه اقسم بالله اخويا ما فكرت نغدرك. اسمح لي يا عثمان، اسمح لي بزاف، واخا كلمه اسمح لي عارفه ما كافياش. اسمح لي، اسمح لي يا عثمان، انت تسمعني اكثر من اي واحد اخر. اه غلط، داكشي اللي درت ما كيداش ما بين جوج صحاب، ولكن هضرني اخو، اي حاجه بغيتي ديرها فيا والله ما عندي مشكل، نستاهل، ولكن راه اقسم بالله ما عمرني فكرت.
مالك عجمان؟ قبل ما نسافر بشوية عرفت عمر مع أختي وتخاصمت أنا وياه، تما مبقيتش كنتيق فيه، ضرب ليا كل شيء بالزيرو. قبل ما يوقع هادشي كيفاش كدير العلاقة بيناتكم؟ علاقتنا كانت مزيانة بحال الخوت، كنا مفاهمين أنا وياه مزيان بحال تقول عائلة وحدة. هو كان كيحترم با وتانا كنت كنحترم با، واخا بيناتهم مشاكل حنا ما سوقناش في داكشي. مشاكل بحالاش؟ شي حساب قديم بينه وبين با الله يرحمه. ايه راه سولتك بحالاش؟ كنت درينا شي حاجه بالباطل. واش هي الحاجه اللي بالباطل؟ اراضي. واخا تقدر نمشي؟ تقدر تمشي فحر، إذا بغينا كنعيطو لك. لا ما تعيي راسك بتفرج في ذاك الفيديو. ايوا ولكن انا راه خاصني نعرف. غير هو انا راه قديم عليك في الدوسي. البنت الاولى ماتت والثانيه غبرات، وكنا شاكين في خوها بلي هو اللي قتل عمر، ولكن ما كاين والو حيت هذيك الساعه كان خدام. والثالثه هربت. مزيان تقلب أمك تقلب في الخلق، أكون خبيت حتى الميدة.
كانش العقل. الصغر هو هذاك ولدي، اما دابا تبارك الله وليتي بعقلك. انت صحيحه مزيانه بعدا. الحمد لله ملي الواحد باقي كيمشي على رجلي. هذا هو الربح. الشيء اللي كاين. وانت كي داير الاحوال؟ غادا في يد الله وصافي. قالوا لي حليتي المحل ديال الوالد. حليتو. سيدي مزيان. وسدوا الوافي. علاش؟ كان كيتسال با شي فلوس ورهنوا ليه. ايوا. ايوا شنو؟ انا خصني دابا ندبر على الصرف باش نقدر نرجع المحل، هادشي اللي كاين. ايوا الله يصابه ولدي، الله يصابه. امين. بو فتاح. نعم. المرحوم كان صاحبك. الله يرحمه. ما عمروش بدل لك هادشي ديال الرهين. ولدي 19 سنين هادي باش غابر. ما فراسك ما يتعاود. هذاك الحاج الوافي راه هو اللي وقف مع باك وسلفو. وفي عوض ما تشك فيه، خاصك تقول لي الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين كاع. إيه، وراه الوالدين ديالك تعاود لك كلشي. أنا اللي كيهمني هو يرجع المحال وباش ما كان. والله يواتيكم الخير، لا أنت لا الحاج الوافي. غير هو هذاك الحاج سعيد. راه ما كيديرش شي حاجه في سبيل الله. اسم السن؟ نجات عبقري 28 سنه. كيفاش تلاقيتي بعمر؟ تلاقينا صدفه. وشحال من عام انت كتعرفيه؟ كنعرفو مده طويله. وعلاقتك به كيفاش كانت دايره بالضبط؟ راه سولتك. كنا صحاب يا سيدي. نجات ارتاحي، حنا هنا ما كنتهمك بحتى شي حاجه، انت غير كتشهدي في لافيغ ديال عمر الوافي. واخا واخا، دابا قولي لينا بالضبط اشنو كتعرفي على عمر. اخر ليله تلاقيت فيها مع عمر هي الليله اللي مات فيها. تلاقينا في واحد الجرده حدا البحر. كان جات طلبني السماحه ملي عرفني، عرفت الفيديوهات اللي كان كيصورني. ومن تما الله يرحمه. ولكن اشنو كانت علاقتك به بالضبط؟ واش فايتيه وعدك بشي حاجه؟ عافاك. لا لا، انا مرا مزوجه، ما باغا مشاكل مع راجلي. الهضره اللي كنت كنقولها هنا كتبقى هنا، ما عندك مناش تخافي. بصراحه كنا ناويين نتزوجوا، ومن بعد عرفت بلي كنضيع الوقت معاه. تبغي نعاونك؟ لا لا. مازال موعد في يدك؟ ايه. سرح صباعك شويه نشوف. سرح. اي لا 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 بابا لا. فين ماماك؟ عارض. تبغي تاكل؟ فيك الجوع؟ بغيت. اي صافي ودي، ما تديش على ماماك، راه مبرزطه مع خالك هاد ليامات. اي اي خصك شي حاجه قولها ليا. صافي. اي 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 مالك مبرزطنا؟ شنو بغيتي؟ عيطت لك نهضر معاك بيني وبينك، ما تسمعناش امك. الا طلقتينا شحال الطريقه هذيك؟ انا معاك بحصيره، مهضر معايا بحصيره من الارض. واش غتبقى تفلسف عليا؟ غتهضر ولا ما غاديش تهضر؟ ودي في ولدك. مال ولدي؟ الدري مهرس من يدو. فين ما كندخل كنلقى مدابز مع اللباس، مدابز مع الحوايج. شكون اللي غايدير مع هادشي؟ ومالو ماشي ولدك نتايا؟ ياك ما عندك ما يدار، ما خدام ما ردام، وقابلو نتا. كتعايريني دابا؟ انت عصبتيني، ما كنتش كاع باغا نخسر معاك الهضره. اسمح لي. الدري محتاجك انت اللي امك اكثر مني انا. صافي اسمح لي. يلا قول لي شنو ما عجبكش الحال فيا.
شحال هادي ما كليت العدس امي؟ ايوا كل نهار ورزقها ولدي. الله يجعل شي بركه. الحمد لله. الأراضي اللي خلى ببا الله يرحمه دوزهم للوافي كاملين ولا خلى شي حاجة؟ لك ما كتسول على الورد؟ لا لا أمي غير اسمع، إلا كنتي كدوي على الورد انساه، نوض شمر على دراعك وشوف اش دير، وبعد من المحل والحاج الوافي وخلينا هانيين. واخا امي واخا اسمحي لي. مالك تانت؟ هي حتى ماما ما بقيتش قادة على ولدي. عليك بنتي بالصبر، صبري دابا يكبر ويتبدل. راه ولدي كنبغيه ولكن حتى يوسف ولا كيلومني. راه فين وليت كنشوف وليت كنتخنق كنتفكر داكشي اللي وقع لي. شنو ذنبو مسكين هو؟ شنو ذنبو؟ صبري يا بنتي معاه صبري. راه فين ما وليت كنشوف وليت كنحس براسي ما كنبغيهش. ساعات ما نشتي نشوف النقص اللي ولا كيدير فيا. هذاك خوك الكبير عليك بالاحترام. اجي يوسف ما قلتي لي حتى حاجه. معلوم غنقول لي حتى حاجه. وعندك بلاتي سلوان انا عاود لك بلاتي انا غنعاود لك. عثمان صافا خويا مزيان تقلب على شي حد؟ كاين الحاج كاين كلموا ليا. كلموا لخويا. السلام عليكم. عليكم السلام. عافاك إلا كاين الحاج كلمي ليا بغيتو. ما عندك ما تقول ليهم الأحسن ترجع منين جيتي. نعم نعم هادي 10 سنين وأنت غابر وكلشي صحاب وراك متي ومازال كتسول. شوفي فردوس أنا ما جيتش على ود هادشي، أنا جاي على حاجة أخرى، ولكن إلا بغيتي تعرفي أنا غادي نقول لك. أنا كنت مكرفس مزيان، كنت عايش بلا وراق، وتا واحد فيكم ما يتخيل حياتي كيفاش كانت تما. أنت اللي اختاريتي. انتي فردوس اللي كنعرف؟ انا فردوس. كنت بدلت شويه مزال اللي تفارقنا، ما عملنا ما كنا غنتفاهموا. انت من عالم وانا من عالم اخر. حقد عليا مزيان. خدها كيما بغيتي.
اش بغيتي انت؟ انت ولدي. ومن بعد؟ انا خايف عليك. انت كتبرزطني. راه ما يمكنش لي ولدي نعيش بوحدي ونخليك حتى انت تعيش بوحدك. سير في حالك. ما نقدرش. عطيني اتساع. ما يمكنش. اطلق مني. راني ما سخيتش بيك. شتي انت؟ مالي هنا؟ حليمة شو باغا كديري؟ والو جالسة. شحال مرة كنقول لك باش الناس تدخلها البيت ما تخليهاش هنا راه البرد. صافي واخا سمحي لي انا غندخلها. واخا عافاك. انا حبيبة بشوية لا صباح الخير أولدي. صباح الخير الشريف. ياك لاباس؟ والو بس شي حاجة؟ من البارح وهي كتبان ليها الطوموبيل واقفة ما عرفتك أولدي واش حي ولا ميت. أنا باقي حي الحمد لله. ما فيها بس. توا الله معاك أولدي الله معاك. سير تدخل في حالك راه الوقت خايبة سير. واخا عمي. بركة من الأسئلة وكول. ما تسوش حد دريتيني في راسي. صباح الخير مصطفى. صباح الخير بابا. عاد كتفطر؟ حطيت لي فطور مع التمنية في الكوزينة مبغاش ياكل. حل فمك حيد بعد هاد التليفون هذا شتك مبقيتش باغي تطلقوا له ولا التلفازه هاك علاش غادي تحيدو ولا ما بغيتيش تاكل غادي تمشي لبيتك هاليا شتي الخطر شويه مع الولد الله يخليك اشرب تسرع ليا
السلام عليكم. اهلا مرحبا، كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. دار لاباس؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ اشرب. ماشي ضروري. الدار دارك، طلب اللي بغيتي. الله يكبر بيك ابو سعيد، بغيت غير نعرف صيفطتي لي الشيفور والناس غير قريبه هنا، زعما نقدر نجيب بوحدي على رجلي. اش دوب على صاحبي الله يرحمه ويوسع عليه وعزيز عليا، وهذا القضية نقدر نصرف فيه. شنو صرفتي فيه؟ عندك تكون سمعتي شي هضره وتقلقتي بانني انا تكلفت بكنازه مصاريف ديال الدفين. رانا متيقن كوقع لي هادشي كرة مجدوب الله يرحمه ولاده كلهم كانوا يتعاملوا بنفس الشيء. مازال ما فهمتش. خليه ولدي لله في سبيل الله. ياك صباح النور. اش كدير في البيرو؟ الضحية نجات معظم الوقت وهي تبتسم، فيما كتذكر سميت عمر تنظر إلى الأسفل إلى جهة اليسار ممكن تكون كتكذب. ديما نجات كتلعب في خاتم بيدها يبدو عليه خاتم غالي الثمن، كيفاش شرات الخاتم وهي كوفورة ورجلها شيفور؟ الخاتم كادو عند عمر، العلاقة مشبوهة ما بيناتهم، يجب إعادة استجواب الشهيدة. دابا هي فيما كتجبد سميت عمر كتلعب بهداك الخاتم في الدار، دونك خاصنا نعرفو شنو هي العلاقة ما بين نجاة وعمر. مزيان. علاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ علاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ وعلاش يا دنيا هكا الحال يدور علينا؟ وعلاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ وعلاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ نبكي ونقول انا ظهري وانا راح يكون، نشكي ونقول انا ظهري وانا راح يكون. فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون.